أهلا، يا مساء الخير. فلوق لطيف جميل للروتين المعتاد كالعادة. أول ما صحيت أخذت لي شاور، غسلت وجهي، توضيت عشان أصلي الظهر. طبعا اليوم نشيطة، صحيت الساعة 2 الظهر، وأكيد من اللي صحاني ريفان. طبعا ريفان تعبان اليوم عشان كذا نومها ملخبط بزيادة. المهم غيرت لي ريفان البامبرز وخليتها على سريرها. دخلت المطبخ قلت أسوي لي فطور، سويت لي وافل، جلست أصور لأن التصوير بالنسبة لي متنفس. الورد هذا عندي من كم يوم، تقريبا 7 أيام، وإلى الآن ما ذبل. المهم جهزت لي ريفان فطورها، بس برضو ريفان ما أكلت، ما كان لها نفس مع التعب. جهزت ملابسها، أخذت لها شاور سريع ولبستها، حطيت لها رضاعتها وخليتها تنام. طلعت الصالة، جلست مع أبو الشباب أتابع فيلم معاه، أريح شوي عبال ما توصل الأغراض اللي طلبتها من البقالة. وصلت الأغراض، طلعت الدجاج وبدأت أجهز للغداء. طبعا اليوم قررت أني أسوي زربيان. الله، كمية البصل لو يشوفها محمد بيجلدني. طبعا البصل هذا أخذته بعد ما حمرته وخلطته أكيد، لأنه لو شافه ما عاد بيأكل. جهزت السلطات وخليت الأكل يستوي على مهلة، وبعدها عاد جهزت غدانا. حطيت لريفان برضو أكل، لكن ما أكلت للأسف لأنه فيها استفراغ. الله يكرمكم ذي الأيام وإسهال. المهم بعد ما خلصنا تغدينا، أخذت الصحون، نظفت الطاولة، طاولة الطعام، طاولة القهوة كالعادة، وتوجهت إلى المطبخ، نظفت الدواليب وبدأت في المواعين. المنظر اللي يجيب راسي. المهم خلصت من المواعين، وبعدها عاد بخرت البيت، بخرت المطبخ، وأكيد غرفة النوم. آخر شيء أبو الشباب اشتهى عصير برتقال، فقلت يلا بسوي لي أنا عصير شمام وهو عصير برتقال. بعدها عاد أخذت العصير وطلعت للصالة، جنبه ريفان، جلست شوي أنا وياه. وبعدها عاد حطيت ريفان عند أبوها، ودخلت أنا للغرفة عشان عندي تسميع ومراجعة للقرآن. وبس والله، هذا هو يوم اللطيف الجميل. الحمد لله، تعالوا البرنامج الأصفر والبرنامج البنفسجي، ولا تنسون اللايك.